توفير الحماية وتعزيز الكرامة وتحسين نوعية الحياة للإنسان بشكل عام وللإنسان والشخص ذو الإعاقة بشكل خاص. ليست هذه المرة الأولى التي أشارك فيها في البحرين في مبادرة للنهوض بأوضاع الإنسان. لقد شاركت قبل الأخوة البحرينيين فعاليات المؤتمر العالمي حول إساءة معاملة الأطفال في عام 2001، ونظم مكتبي بالتعاون مع منظمة التأهيل الدولي والحكومة البحرينية ورشة تدريبية أولى حول المرأة المعاقة في العالم العربي في عام 2005. ونحن نلتقي اليوم لنحتفل بإطلاق المشروع الريادي المميز حول حماية الأطفال ذوي الإعاقة. السيدات والسادة، بالنسبة لي أهم ما يميز هذا المشروع ويجعل منه علامة فارقة في الجهد المبذول لرفع التعدي وصيانة الكرامة وحماية الحقوق هو تناوله لحماية الأطفال المعاقين وشمولهم الضمني على الاعتراف بأنهم هم الأكثر عرضة للإساءة والإهمال والتعدي. كما يمتاز هذا المشروع عن سابقاته بأنه يسعى جاهداً للحاق بالأقاليم العالمية الأخرى لتحقيق التنمية البشرية لمواطنين ومقيمين. كما أن تتعاظم أهمية هذا المشروع بإدراكنا بأن عشر أطفال العالم يولدون بحالة إعاقة أو يتعرضون لمسبباتها، مما يؤشر على العلاقة التبادلية بين النساء وبين الإعاقة. فالطفل الذي يتعرض للإيذاء هو أكثر عرضة للإعاقة، والأطفال المعرضون للنزاعات المسلحة وجرائم الشوارع معرضون بنسب عالية للإعاقة أيضا. لقد بينت الدراسات بما لا يمنع الشك أن معظم الأطفال المعاقين يعانون من الإهمال والإيذاء والعنف في المنزل والمجتمع على حد سواء. التعرض للعنف لا يأتي بسبب التمييز ضدهم فقط، بل لأن إعاقتهم تجعلهم عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم. سيدات والسادة، أن تعرض الطفل للعنف في البيت من قبل الأسرة التي أوكل لها المجتمع حمايته ورعايته هو أقصى أنواع التعدي على بقائه وسلامته ونمائه. ولا تقل الأفعال التي يقوم بها المدرسين غير المدربين في مضايقة الأطفال المعاقين، خاصة بإزدرائهم وإهانتهم وبإيذائهم خطراً عن تلك الممارسات. وفي المدرسة أيضاً تشجع الممارسات الخاطئة للأساتذة أحياناً الأطفال الآخرين في المدرسة على تكرار سلوك مدرسيهم، مما يدفع بزملائهم المعاقين إلى العزلة والانطواء وحرمانهم من حقهم في المشاركة. السيدات والسادة، أن الوصف المجتمعي والإزدراء والوصف غير الإيجابي للأشخاص المعاقين هي أفعال تندرج تحت تعريف الإساءة للأطفال المعاقين، تحد من حريتهم وتحط من كرامتهم وتحرمهم من الاستمتاع بحقوقهم. فالاعتقاد الشائع بأن الأطفال من ذوي الإعاقة يشكلون تهديداً للآخرين أو أنهم لا يشعرون بالألم أو أنهم نتاج للعنة أو عمل شيطاني هي معتقدات وتصورات علينا النضال من أجل إزالتها واستبدالها بمفاهيم تعظم من شأن الإنسان وتحترم الاختلاف وتراعي الحقوق وتسعى إلى تحقيق التضامن والسلم الاجتماعي. لقد نجح العالم وبعد نضال زاد على قرنين في الوصول إلى اتفاقية دولية ترمي إلى حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص المعاقين. هذه الاتفاقية التي لا تتطلع إلى اعتماد معايير حقوق الإنسان معايير جديدة، ولكن تسعى إلى إلزام الحكومات بتنفيذ بنود اتفاقيات حقوق الإنسان السارية بالفعل على الأشخاص المعاقين. وقد نصت المادة 23 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 بوضوح على أن الإعاقة سبباً رئيسياً لوجوب توفير الحماية من التمييز. ومع هذا فإن التقارير المقدمة من الحكومات إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل تبين بأن الحكومات لا تولي اهتماماً لما يخص الأطفال المعاقين سوى الجوانب المتعلقة بتوفير الرعاية التعليمية
والاجتماعية. أيضا أضيف هناك الاتفاقية الدولية التي اعتمدت مؤخرا المادة رقم 7 المتعلقة بالأطفال المعاقين، يعني قريتها كثير وحاولت أن أنا أطلع منها شيء بشكل واضح فيما يتعلق بحماية الأطفال. حتى اليوم الصبح آخرها ما في للأسف أي جزء جالب يوضح هذا الشيء بشكل مباشر، لهذا أنا أهنئكم على التركيز على مثل هذا الموضوع. السيدات والسادة، أننا وفي العالم العربي وبعد أن وقعت غالبية الدول على الاتفاقية الدولية وصادقت بعضها عليها، هم مدعوون إلى صياغة أطر وطنية للتنسيق بين القطاعات التي تعمل على حماية الطفل وتأمين حقوقه ووضع السياسات الكفيلة بذلك في صلب سياسات البرنامج الحكومي، كما أننا بحاجة وأكثر من أي وقت مضى إلى إعداد برامج توعوية وتدريب على الطرق العلمية في مجال الصحة النفسية والعقلية التي تستهدف الآباء والأمهات والأطفال الذين وقعوا ضحايا للعنف وسوء المعاملة، إضافة إلى نشر القوانين والتشريعات الخاصة بالطفل والعمل على جمعها ضمن دليل تستفيد منه المؤسسات المعنية بما فيها المدارس. وفوق كل هذا وذاك، فإن تقدم الطفولة مرهون بالاستخدام الجيد أو لوسائل الإعلام عبر التنسيق لبرامج هادفة تحد من مخاطر العنف وسوء المعاملة وتراعي الاحتياجات المتنوعة لفئات الأطفال المعاقين وتفعل التدريب والتأهيل المهني لذوي الإعاقة. وأخيرا وليس آخر، فإن الوصول بالمجتمع إلى حالة المساواة وحالة تكافؤ الفرص لن يتحقق دون تعزيز مفهوم الدمج الاجتماعي وتأهيل البيئة لتسهيل تنقل المعاقين واتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والاجتماعية والإدارية لحماية الطفل المعاق وإشراك علماء النفس والتحقيقات الإدارية والقضائية مع المعاقين وإيجاد قانون خاص لحماية الطفل المعاق من العنف الأسري واعتباره فعلا يجرم عليه ويعاقب عليه مرتكبا جنائيا وإدراجه على السجن العدلي لمرتكب الفعل وتأمين المساعدات المادية للأسرة المعنقة. السيدات والسادة، أخيرا أن تنظيم مثل هذه البرامج ومتابعة وتقديم فعالياتها لتحقيق قضايا المساواة للأشخاص المعاقين وحمايتهم من أشكال الإساءة والتعدي هي خطوات ضرورية على طريق طويل يؤدي بنا إلى احترام قيمة ووجود وكرامة وحقوق الإنسان والتحرك للدفاع عن هذه الحقوق ومناصرة أصحابها. أشكركم جميعاً، أشكركم على تنظيم مثل هذه الفعالية وأشكر جميع من حضر لمساندة مثل هذه الفعالية. طبعاً أشكر كثيراً ممثلي الوسائل الإعلامية الذين هم من يحملون الرسالة ويؤدون الأمانة ويراقبون أداؤنا جميعاً. شكراً لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله.